ذكر أن هنالك فساد الفساد في ده، الفساد ده في هذه المسألة، هنالك فساد في وزارتكم. الفساد ده محل المحاكم، يجي يشتكي يقول والله فلان مفسد في وزارة التربية ويفتح فيه بلاغ، بعدك بيبقى مسألة بتاعت محاكم، ده ما محله. يعني تعتقد أنه لا شبهة فساد الحصافة في أنه زول يفتح له موضوع في جهاز إعلامي عام، دي حصافة أفتكر. يعني احنا هذا البرنامج قضايا عامة لإيضاح بعض المعلومات المهمة للرأي العام، وأنا أفتكر قمة المكابرة الناس تنكر جهد وزارة التربية في ولاية الخرطوم. لو ما في جهد، بتفتكر ان ولايه الخرطوم في الشهاده الثانويه على مدار 10 سنوات تتصدر القائمه تحت الاوائل؟ تصدرها الطلاب، لكن دكتور طيب الطلاب ديل بيقروا براهم وزعوا لهم كتب ولا بيدرسوهم مدرسين بكتب؟ تصدروها وهنالك 50% حتى الان، فقط 50%.